الخط العربي هو فن أصيل امتازت به العرب في الجزيرة العربية، وهذا الخط هو عبارة عن رموز عرفت بين القبائل العربية، وهو فن كتب ليتناقلوا بينهم التجارات والمعاملات وغيرها في هذا في القديم. أما في الحديث فهذا الخط أتى لنا فن امتاز فيه، فن بصري تميزت به المملكة العربية السعودية، أولا لأنه عربي، ثانيا لأن هذا الفن اتصل بالهوية الثقافية للمجتمع السعودي.